إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريتريا. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. المستمعون الأفاضل، نرحب بكم عبر فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. هنا صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريتريا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعنا الأفاضل، من إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريتريا، نحييكم ونبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء. وكالمعتاد نستهل برامجنا بنشرة الأخبار، وإليكم عناوينها: اعتقالات جماعية يقوم بها النظام الدكتاتوري ضد التجار في أسمرة، وإتلاف للبضائع بالأطنان في ميناء مصوع. اعتقال قائد عسكري كبير في النظام بتهمة المشاركة في تهريب البشر. الاستعدادات تجري على قدم وساق لإحياء مهرجان إريتريا في كاسل الألمانية. وفاة 7 من نزلاء معتقل معصر في إريتريا. قتل أحد زعماء عصابة الاتجار بالبشر في السودان، وجرح 2 آخرين من أفراد العصابة. جماهير إريترية كبيرة تشد الرحال نحو جنيف للتعبير عن شكر شعبنا للجنة التحقيق الدولية في جرائم النظام، ولمناشدة المجتمع الدولي لفرض حظر دولي شامل على النظام الدكتاتوري في إريتريا. مستمعينا الكرام، كانت تلكم مقدمة النشرة، وإليكم تفاصيلها من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. أسمرة. اقتحم النظام الدكتاتوري خلال الأيام القليلة الماضية المنطقة الصناعية في أسمرة والمعروفة بمدبر، واقتاد معظم الذين تواجدوا هناك إلى سجن عد أبيتو. وأفادت الأنباء التي وردت إلينا بأن أعدادا كبيرة من الشرطة مدعومة بوحدات من الفرقة 525 في الجيش بقيادة الجنرال حديش إفريم داهمت المنطقة الصناعية في وقت مبكر من الصباح، وألقت القبض على عدد كبير من التجار وأصحاب المحال والعمال، واقتادتهم بواسطة السيارات التي كانت مجهزة على أبواب مدبر إلى سجن عد أبيتو الذي يقع في ضواحي العاصمة. وتعزو مصادرنا سبب هذا الاعتقال الجماعي إلى الحرب التي أعلنها النظام على التجارة والتجار في إريتريا، والذي أعلنه رأس النظام في خطابه بمناسبة الاحتفال بذكرى التحرير.
علما بأن المنطقة الصناعية تكاد تكون المكان الوحيد الذي لا يزال يعمل في إريتريا ويؤمن دخلا بسيطا للمئات من الأسر الإريترية. وفي هذا السياق أوقفت أجهزة الجمارك في ميناء مصوع مواد استهلاكية استوردها التجار بشكل رسمي من بعض دول الخليج وخاصة من إمارة دبي، وقامت بتعطيل شحنات البضائع في الميناء لأسابيع طويلة، حيث تشهد مخازن ميناء مصوع تكدسا لمواد مختلفة مما تسبب في تلف الأطنان منها وخاصة المواد الغذائية. وعلمت مصادرنا بأن بعض المواد المحجوزة في الميناء هي عبارة عن قطع غيار لأجهزة مختلفة استوردها عدد من التجار لتوريدها إلى المحال الصغيرة في المنطقة الصناعية بمدبر. ومن جهة أخرى قامت أجهزة النظام بمداهمة أحد البيوت في أسمرة والذي يقطنها أحد العناصر المتنفذة في النظام، ووجدت فيه غرفة مليئة بالعملة المحلية نقفة، الأمر الذي يشير إلى أي مدى وصل الفساد داخل نظام الجبهة الشعبية وعناصره، علما بأن البنوك في إريتريا لا يسمح الإيداع فيها بأكثر من 10,000 نقفة. إريتريا. قام النظام الدكتاتوري باعتقال أحد أهم قياداته العسكرية بتهمة الفساد. وأكدت مصادرنا بأن العقيد غويتوم المعروف بغويتوم شقق قائد الفرقة 13 من الجيش، والذي كان من المقربين من إسياس وأحد شركاء الجنرال الراحل جرزجهير ويتشو، تم اعتقاله في نهاية شهر مايو الماضي بتوجيه من الدكتاتور إسياس وبأوامر مباشرة من رئيس الأركان الجنرال فيليبوس. وأفادت مصادرنا بأن العقيد غويتوم المعتقل في سجن مايسراو متهم بتسهيل عمل المهربين. والقصة كما نقلت إلينا من مصادرنا تبدأ بالخلاف بين الجنرالين فيليبوس وويتشو، وذلك حين نقل فيليبوس إلى ويتشو اتهامه لغويتوم شقق بتكليف أحد المهربين لتسهيل عبور فتاة من عد قيح تربطه بها علاقة خاصة إلى إثيوبيا عبر طريق خاص وغير مراقب في الحدود بين البلدين. واستغل المهرب هذا الأمر وقام بتهريب أكثر من 40 فردا إلى إثيوبيا من خلال هذا المنفذ الآمن، وكان الأمر متابع من قبل رئيس الأركان الجنرال فيليبوس والدي يوهنس واللواء هايلي سامويل تشاينا، وتم تصوير عمليات التهريب عبر ذلك المنفذ. ثم قاما بعرض الموضوع على إسياس أفورقي، حيث أمرهم بعرض الأمر أمام القيادات العسكرية الكبيرة في جيشه واتخاذ اللازم بعد ذلك. وبالفعل دعا فيليبوس إلى اجتماع لكبار القادة العسكريين وعرض الموضوع عليهم، إلا أن غويتوم شقق أنكر التهمة. ولكن المهرب الذي كان معتقلا تم تقديمه كشاهد لتثبيت التهمة على غويتوم، حيث قام بتأكيد ما ذكره فيليبوس في هذا الأمر. وقد أصدر الاجتماع الذي كان يرأسه اللواء هايلي سامويل تشاينا قرارا باعتقال غويتوم شقق وتقديمه لمحاكمة عسكرية. وجدير بالإشارة إلى أن جميع جنرالات النظام منغمسون في عمليات تهريب البشر التي تدر عليهم أموالا طائلة، وأن إسياس شخصيا يعرف ذلك ويغض الطرف عنهم ما داموا يخدمون استمرار سلطته الدكتاتورية. مهرجان كاسل. أكد مسؤولان قياديان في جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية أن مهرجان إريتريا 30 المزمع إحياؤه هذا العام سيقام في أغسطس القادم في مدينة كاسل الألمانية. وأوضح كل من عضو الهيئة التنفيذية ومسؤول مكتب الإعلام والثقافة بالإنقاذ نجاش عثمان وعضو المجلس المركزي وممثل التنظيم في أوروبا وعضو اللجنة التحضيرية للمهرجان المناضل جابر ياسين أن الاستعدادات للمهرجان تجري على قدم وساق، مشيرين إلى أن اللجنة المكلفة بالتحضير لهذا المهرجان التاريخي تواصل الليل بالنهار لإخراج المهرجان بشكل لائق. وكشف المسؤولان عن الدور التاريخي للملحمة السياسية التي جاد بها مهرجان كاسل على مر عقدين ونيف، مشيرين إلى أن مهرجان كاسل كان وسيظل بوتقة تنصهر فيها الفعاليات الوطنية الإريترية
ومنبرا تتلاقح وتتلاقى عنده الرؤى وأفكار الأجيال اللاحقة بسابقاتها. وسرد المناضلان نجاش وجابر الجذور التاريخية للمهرجان التي تعود للعام 1986 حين شهدت ألمانيا أول مهرجان إريتري في مدينة درائش بضواحي فرانكفورت أقامته فروع جبهة التحرير الإريترية المجلس الثوري. وذكر عضو القيادة أن مهرجان كاسل لهذا العام يتوقع أن يكون كما كان من قبل محط أنظار الإريتريين. هذا وطالب المناضلان نجاش وجابر الفعاليات السياسية لإريتريا للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية للتفاكر حول الوسائل الكفيلة لتصعيد النضال ضد النظام الدكتاتوري القائم، مشيرين إلى أهمية الدور التاريخي لمهرجان كاسل الذي كان سباقا في الدعوة للمؤتمر الوطني لجامع والذي تجسد بإعلان كاسل التاريخي في عام 1994. وكشف المسؤولان على أن مهرجان هذا العام سيخصص جزءاً هاماً من برنامجه لشباب جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية باعتبارهم ورثة المهرجان ممن سبقهم من جيل الاتحاد الديمقراطي للشباب الإريتري الذي تحمل لسنين العبء الأكبر في إنجاح المهرجان على مدى 30 عاماً الماضية. جاء تصريح القياديان في جبهة الإنقاذ الوطني في حديث لهما مع صوت إريتريا الديمقراطية في لقاء خصص لتسليط الضوء على مهرجان إريتريا 30 المقام في مكانه التاريخي بمدينة كاسل الألمانية. هذا وستتخلل المهرجان أمسية ثقافية وترفيهية متعددة الفقرات إلى جانب الفعاليات السياسية الأساسية. إريتريا. كشفت إذاعة المنتدى الإريتري المعارضة عن وفاة 7 من نزلاء معتقل معسر في الساحل الشمالي لإريتريا، وقالت الإذاعة أن المتوفين لقوا حتفهم بسبب الإهمال المتعمد من أجهزة القمع التابعة للنظام في المعتقل. وكشفت الإذاعة حسب ما نقله موقع دوليس الإلكتروني في 18 من الشهر الجاري عن رفض مسؤولي المعتقل الاستجابة لاستغاثة المرضى المتوفين رغم تحذيراتهم المتكررة عن خطورة أوضاعهم الصحية، إلا أن الإدارة لم تعرهم الاهتمام ما أدى لوفاتهم. هذا وتحفظ المصدر على ذكر الأسماء إلى حين تبليغ ذويهم. يذكر أن المعتقلات الإريترية المنتشرة في أنحاء البلاد تنعدم فيها التهوية مما يتسبب في تعريض النزلاء للاختناقات والنوبات القلبية فضلا عن الأمراض المعدية التي تنتشر نتيجة الاكتظاظ في تلك السجون. وتنتشر في إريتريا معتقلات سرية في شتى أنحاء البلاد لا يتم تقديم نزلائها للمحاكم ويتعرضون لصنوف من التعذيب النفسي والجسدي. كسل. تمكن كمين نصبه مجهولون من قتل أحد زعماء عصابة الاتجار بالبشر شرقي السودان. وكشف موقع دوليس الإلكتروني عن أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تمكنت من قتل المهرب سليم حمدان رشيد وجرح 2 آخرين من العصابة. وأضاف المصدر أن المجموعة التي نصبت الكمين تمكنت في 8 من الشهر الجاري من تحرير عدد من اللاجئين الإريتريين ثم انسحبت إلى داخل الحدود الإثيوبية. هذا وأكد الموقع أن القتيل الذي يكنى بأبي الأسود يتزعم عصابة مسلحة تتكون من عدد من أفراد قبيلة الرشايدة وعدد من الإريتريين. جنيف. علمت إذاعة إريتريا الديمقراطية بأن جماهير كبيرة تتأهب للسفر إلى جنيف من مختلف البلدان الأوروبية للمشاركة في المظاهرة الحاشدة التي ينظمها الإريتريون لدعم تقرير اللجنة تقصي الحقائق ومطالبة الأسرة الدولية وكل شعوب العالم الحرة للوقوف إلى جانب الشعب الإريتري وكسب تأييدها عمليا لإيقاف الانتهاكات والظلم الواقع عليه من قبل الطومة الدكتاتورية الحاكمة في أسمرة. هذا وكانت اللجنة التنسيقية لمظاهرة جنيف قد دعت الإريتريين في كل أنحاء العالم للتدافع نحو جنيف في 26 من يونيو الجاري للمشاركة في المظاهرة السلمية الحاشدة.
وطالبت اللجنة في التقرير الذي نشرته في مختلف المواقع الإلكترونية، طالبت الإريتريين الذين يريدون أن تسود العدالة بلادهم أن لا يتوانوا من المشاركة في المظاهرة السلمية الحاشدة المرتقبة. يذكر أن فعاليات سياسية ومدنية دأبت مؤخرا على تنظيم مسيرات سلمية بجنيف تندد بسياسات النظام الدكتاتوري وتطالب المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. على إثر ذلك تم تشكيل لجنة مختصة بهذا الخصوص انبثقت من لجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة هذا، وأصدرت اللجنة تقريرها في 8 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تنظر إليه اللجنة الدولية في جلسة خاصة هذا اليوم الموافق 23 يونيو الجاري. والجدير بالإشارة إلى أن عددا من قيادات وكوادر جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية تتأهب للمشاركة في مظاهرة جنيف التاريخية. مستمعين الكرام، بهذا نصل بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا المساء، قدمناها لكم من إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، ونترككم لمتابعة بقية فقرات برامجنا لهذا اليوم. مهرجان إريتريا 30 كاسل. أيها الإريتريون الأحرار، جماهير شعبنا الباسلة، تتشرف جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية بدعوتكم لتشريف مهرجانها السنوي المقام في مقامه التاريخي بكاسل الصمود والمشاركة في فعالياته. مهرجان إريتريا 30 من أجل إرساء ثقافة الحوار والتسامح، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، من أجل تعزيز نضال شعبنا في سبيل الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة. مرحبا بكم في مهرجان إريتريا 30 كاسل. المكان مدينة كاسل الألمانية، ستار إيفان سار. الزمان من 7 وحتى 8 أغسطس 2015. مهرجان إريتريا 30 كاسل.
بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن دنوا علي كرام. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني لإريتريا، تقدم برنامج مساءك يا وطن. مساءك يا وطن برنامج نقف من خلاله على ربوع الوطن أرضا وشعبا. مساءك يا وطن. المستمعون الكرام، مرحب بكم في برنامج مساك يا وطن، وما زالت حلقاتنا مستمرة حول مدينة كرن. وكنا قد توقفنا في الحلقة الثانية بأن النظام الدكتاتوري في البلاد قد أفرق المدينة من محتواها التجاري والاقتصادي، وسنقف اليوم حول كيفية استهداف النظام للناحية العلمية في المدينة. ومنذ البداية حدث خلاف كبير حول السياسة التعليمية التي انتهجها النظام الدكتاتوري في البلاد، ومعظم الشعب الإريتري لم يقبل تلك السياسة، وخاصة تدريس اللهجات المحلية والتي اعتبرها البعض مضيعة للوقت. والكثير من أبناء الوطن نادوا بتغيير المناهج، ولكن لا حياة لمن تنادي، وكان سكان مدينة كرن في مقدمة من طالبوا بذلك. ونتيجة لعدم الارتياح من المناهج التي وضعت من قبل النظام الدكتاتوري والتي لم يستشير فيها أحد، ذهب البعض في تأسيس معاهد دينية ومدارس خاصة تدرس مناهج مختلفة من المناهج التي أعدها النظام الدكتاتوري. وكما حاول الكثير منهم تطوير المعاهد التي كانت أصلا موجودة، وكانت المدينة تعج بمعاهد كثيرة ومعظمها كان موجودا منذ ما قبل الاستقلال. ولكن ردة فعل النظام كانت قوية تجاه كل من حاول الخروج على النهج الذي وضعه، واعتقل العديد من أبناء المدينة وخاصة الأئمة والدعاة ومدرسي المعاهد. ونذكر منهم على سبيل المثال كل من إمام مسجد الجامع الكبير في كرن عثمان محمود علي إبراهيم قدم، والأستاذ محمود إبراهيم مالك مدرس في المعهد الإسلامي بكرن، والأستاذ مسمر حزوت
مدرس بالمعهد الإسلامي بكرن، والأستاذ عبد العليم محمود علي زرعوم مدرس في معهد وازنتة الإسلامي، والقائمة تطول وتطول، وذكرنا لهؤلاء فقط للمثال. وبعدما اعتقل معظم الدعاة والأئمة والمعلمين، قام بإغلاق جميع المعاهد والمدارس الخاصة والتي كانت تدرس مناهج غير حكومية. ومن المفارقات كانت هذه المعاهد والمدارس الخاصة تعمل حتى في عهد الاستعمارات المتعاقبة. وهذا المسلك البربري جعل الكثير من أبناء المدينة وضواحيها من التوقف من إرسال أبنائهم إلى التعليم، وخاصة عندما علموا أن لا حظ لأبناء العوام في التعليم العالي، وأحيانا لا يسمح لهم حتى بتكملة المراحل الدراسية الأولى، ويختطفون من مدارسهم إلى معسكر ساوى سيء الصيت والسمعة دون إذن من أولياء أمورهم، تحت حجج واهية مثل التدريب العسكري بجانب تكملة تعليمهم. ولكن كانت النتيجة عكسية، وهي تعطيل التعليم ومعاملات قاسية، حتى يضطر الطلاب إلى الهروب من المعسكر والوطن بشكل عام، حيث لا مكان لهم بعد الهروب من المعسكر. ومعلوم أن مدينة كرن كانت منارة من منارات العلم في بلادنا، ولكن بفعل ممارسات النظام الدكتاتوري فقدت هذه الخاصية، وخاصيات أخرى تعرضنا لها في السابق وأخرى نتعرض لها في حينها. هكذا مستمعين الكرام، أصلوا وإياكم إلى نهاية الحلقة الثالثة، وللحديث بقية حول مدينة كرن، وألتقيكم في الحلقة الرابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته. مساءك يا وطن، مساءك يا وطن، برنامج نقف من خلاله على ربوع الوطن أرضا وشعبا. مساءك يا وطن.
كل سكول تعود كم زخ صفر مريم منال منال
هكذا نصل وإياكم إلى ختام فقرات برامجنا في القسم العربي. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في صوت إريتريا الديمقراطية، والسلام عليكم ورحمة الله.